وفتح البورصه ايه فعلا كان الوحده الوطنيه هو شعار الوفد يحيى بلاد مع الصليب. مع المهندس حمدي قوطه ممثل الانتخابات من بورد القناه والمشرف العام على هذا المؤتمر الرائع الذي يتفوق المهندس حمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في بورسعيد. في البدايه نرحب بالاستاذ الدكتور عبد السلام يمامه رئيس الحزب ومرشح الرئاسه الجمهوريه. اهلا بيك في بورسعيد قلعه الوفد. وبورسعيد يا ريس قبل ما اكمل ترحيبي بالناس، بورسعيد طول عمرها وفديه وبتحب الوفد. وانا ما اقدرش اقف هنا وانسى المرحوم مصطفى شردي او الكابتن الرشيد محمد سليم فوري في كثير من الوفديين. انا عائلتي نفسها فيها اكثر من مستوى وفديين. بنرحب بالاستاذ احمد حضور السيد السكرتير العام يسري بيت طبيبي، وبنرحب باعضاء الهيئه العليا الكرام، بنرحب بكل المحافظات اللي جت مشاركه وتحملت عناء السفر والمشقه لحضور هذا المؤتمر في بورسعيد. بورسعيد انا عايز اتكلم في جزئيه الدكتور عبد السلام يمامه. يمكن صفوة بيه شرح جزء من برنامج الحمله الرئاسيه الخاصه بينا، وانا عايز اوضح ليه الوافدين اختاروا الدكتور عبد السلام يمسكون في الانتخابات، وليه الدكتور عبد السلام احنا شايفين ان هو الاحق في الانتخابات القادمه. الهيئه العليا والوفديين ورؤساء اللجان ورؤساء الشباب ورؤساء المراه وجميع طوائف الوفد اختاروا الدكتور عبد السلام اليمامه. اختاروا لان الدكتور عبد السلام اليمامه في الحقيقه اعلن عده نقاط. اول نقطه اعلنها قال انا لم اقترب من اموال الحزب في حمله الانتخابيه. طب لما نرجع بالتاريخ، مع احترامنا لكل رؤساء الوفد السابقين، فهنجد الدكتور نعمان جمعه وهو راجل محترم وانا بحترمه واجده طبعا الله يرحمه، انه اخذ حوالي 10 مليون جنيه من اموال الحزب في حملته الانتخابيه اللي هم يساووا النهارده اكثر من 100 مليون. ترجع لك تاني ولا تمام كده؟ لما نيجي نقول كان الوفد ليه موقف في الانتخابات السابقه نتيجه بعض الامور السياسيه ولم يشارك، الا ان احنا تحملنا الهيئه العليا وافد والوافدين وافدوا ان احنا نشارك في الحمله. يبقى الدكتور عبد السند يمامه لم يقترب من اموال الحزب في حملته الانتخابيه، واخذ على نفسه يتحمل ما تحمله لخوض هذه الانتخابات. اعتقد ان بعد ما شاركنا في الانتخابات اعتقد ان كل الوافدين عرفوا ان كل مصر النهارده بتتكلم عن الوافد في الانتخابات. الوفد كان بعيد عن الشارع في الفترة السابقة، كلنا عارفين كده. الوفد كان بعيد عن الناس، كلنا عارفين كده، كلنا عارفين كويس قوي إن الوفد كان بعيد في الفترة السابقة. لما نيجي نقول النهاردة لا، كل مصر بتتكلم إن الدكتور عبد السند يمامة هو مرشح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية. كل محافظات مصر، كل مراكز مصر بدأت الدعاية تنتشر في مصر، الدكتور عبد السند يمامة على مدار 3 شهور بيطلع في التلفزيون بشكل يومي تقريباً. بيقول النهاردة في محافظات ومؤتمرات. هو بيقدم نفسه للناس، لكن في نفس الوقت هو بيقدم الوفد من جديد للناس. الوفد بيتردد اسمه وبيتردد تاني في الشارع على مستوى مصر كلها. احنا فعلا مكاسبنا من ترشح الدكتور عبد السلام يمامه مكاسب كثيره. واحنا عايزين نقول لما الشعب المصري النهارده في الظروف الاقتصاديه والملف الاقتصادي من اهم ملفات اللي طرحها الدكتور عبد السلام يمامه، لما النهارده الشعب المصري في الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها، ان انا حسب ما انا عارف النهارده ان مفيش مثلا سكر في الجامعه ومتجاوز ال 50 جنيه، ان من 5 لـ 5 زي ما الناس بتقول، ومع ذلك ما نغيرش، يبقى في خلل، يبقى في حاجه مش مظبوطه، يبقى احنا اللي مش مظبوطين. لما نقول من 5 لـ 5 ومستمرين يبقى في حاجه مش مظبوطه. لا، ان الدكتور عبد السلام يمامه طرح مشروع اقتصادي مهم، وطرح مشروع في التعليم مهم، طرح مشروع في الحياه الاجتماعيه مهم،
ولازم الناس تشوف الاستمرار وتتفاعل معاه. الاستمرار في تلك سياسه في سياسه الحكومه الحاليه شيء خطير جدا. احنا السلع بدات تتباع في مصر بالدولار. انا راجل بشتغل في الحديد بدفع للمصانع المصريه بالدولار في البنك رسمي وباخد فاتوره بالمصري. هذا خلل. مين يبقى ده مخالف للقانون؟ والدوله ساكته والدوله ما بتعملش حاجه. لابد النهارده ان احنا نغير ونفكر ونشوف ونسمع ونسمع البرامج ونسمع الفكر ونشوف. وده وقت التغيير. لو ما غيرناش واحنا لا يعني احنا ما بنعارضش ابدا. لا زي ما صفوت بيها قال احنا بنكن للجيش كل الاحترام والتقدير ونكن للشرطه كل الاحترام والتقدير ونكن للقضاء كل الاحترام والتقدير. والرئيس السيسي نفسه له انجازات كلنا نقدرها. احنا خرجنا من ارهاب وخرجنا من اخوان وفي انجازات لا ننكرها. لكن نتكلم ان احنا بقالنا مده دلوقتي بقالنا 10 سنين الوضع الاقتصادي في وضع خطير جدا. لو الناس قابلاه فعلا الناس مش قابلاه. طب ليه ما نفكرش وليه ما نشوفش وليه ما نشوفش البرنامج بتاعنا؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه فانا عشان كده اقول ان اختيار الدكتور عبد السلام في الوقت وان احنا نؤمن بيه ونقاتل من اجله ونتحمل ما نتحمله في ظروف المتاح. لان السياسه هي فن الممكن. احنا مش متاح لنا كتير. احنا المتاح بنتعامل عليه. القدر المتاح نتعامل بيه. احنا مش كل حاجه متاحه قدامنا، لكن المتاح بنتعامل فيه. فانا النهارده من بورسعيد من قلعه الوفد انا شخصيا سعيد بوجود الدكتور عبد السلام وقيادات الحزب. وبقول ان بورسعيد ان شاء الله من وجهه نظر التصويت فيها هيكون لصالح الدكتور عبد السلام في الانتخابات. وبقول ان احنا هنشارك والناس هتشارك. ولو ما شاركتش في الظروف دي يبقى هتشارك امتى؟ لو ما شاركتش في الظروف الاقتصاديه دي يبقى هتشارك امتى؟ طبعا النهارده بيصادف معانا عيد الجهاد. وعيد الجهاد للاعياد في الوفد المقدسه لان الوفد قام بعد عيد الجهاد. والوافدين بيقدروا عيد الجهاد واحنا بنحتفل بيه تقريبا كل سنه. فالدكتور عبد السلام الامام اطلق ان هو شعار هذا المؤتمر هو الاحتفال بعيد الجهاد. وده بيواكب برضه ان احنا ان شاء الله عندنا بورسعيد عيد النصر برضه في شهر ديسمبر في 23 ديسمبر. فهي احتفالات مجمعه في هذا الاحتفال. انا مش عايز اطول. انا ممكن اتكلم كتير في الملف الاقتصادي اللي طرحه الدكتور عبد السلام. واتكلم كتير في ملف التعليم وانا مذاكرهم كويس ولابسهم كويس. لكن مش عايز اطول لان طبعا في ناس جايه من السفر وعايزه تسافر. وعايز ادي فرصه للناس تسمع الدكتور عبد السلام. مره ثانيه برحب بالدكتور عبد السلام في بورسعيد وبرحب بقيادات الوفد وبقول ان شاء الله ان بورسعيد هتشارك وبورسعيد ان شاء الله النتيجه فيها هتكون لصالح الدكتور عبد السلام. شكرا.